تعبان زهقان وكمان عندك ادمان حزين زعلان وكمان مكسور لا 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 اطلع للنور هو ده هو ده عمره حكي مشروع مرسك فيت او سوري هو ده لسه على عنوان ومكان وتحقيق الاحلام وهو ده مع طارق علام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة لقاء جديد لسعادة عنوان ومكان برنامج هو ده. إن فاتك المفقود فلا تفرط في الموجود، وإن رضيت بالموجود سعدت وجاءك المفقود، لئن شكرتم لأزيدنكم. الرضا الشكر، أول كلمة في الفاتحة بتقول الحمد لله رب العالمين. والرضا ده موجود في مصر في كل حتة، بس الناس تقتنع إن رزقك جاي وإن كل حاجة بالصبر بالإيمان هتعدي. ده بيقولوه هنا وبيقولوه هناك. هناك في أمريكا اللاتينية عاملين فيديو يقول الناس شوفوا كل حاجة حلوة، زوروا الناس في المستشفيات هتقول الحمد لله على نعمة الصحة، زوروا الناس في القبور هتقولوا الحمد لله عايشين وسط الزهور. بقدم لكم لقطات وكلمة بالأسباني اللاتين أمريكا بيقولوها هناك ونقولها هنا. حبوا الحياة وقولوا الحمد لله. Un bello mensaje. Un rico miró por su ventana y vio un pobre sacando algo de basura y pensó, gracias a Dios no soy pobre. El pobre levantó la vista y vio un loco en harapos deambulando por la calle y pensó, gracias a Dios no estoy loco. El loco miró hacia adelante y vio pasar una ambulancia y dijo a sí mismo, gracias a Dios. الست بتقول اشكر ربنا ان انت مش مريض لما تشوف عربية اسعاف، والمريض اللي دخل المستشفى فلقى اللي بيعدي ولقى واحد توفاه الله فبيقول الحمد لله ان هو مريض. اشكر ربنا اللي انت على قيد الحياة. الميت لا يستطيع ان يشكر ربنا، خلاص مشي. أشكر ربنا على كل النعم، على هدية الحياة، وما أجمل هذه الأيام مش يوم. يعني إيه حياة؟ الست بتقول لهم عشان تعرفوا معنى الحياة روحوا ثلاث أماكن، المستشفى، السجن، والمقبرة. في المستشفى هتلاقي مفيش أغلى وأحلى من الصحة، في السجن مفيش أجمل من الحرية، أما بقى في المقبرة نعمة الحياة، مفيش حاجة تستاهل الهم والغم. الأرض اللي بتدوسها دلوقتي بكرة وانت واقف عليها كده هتروح منك كل حاجة. عيشوا اليوم ده، وبتقول احنا جينا من غير حاجة وهنمشي بلا حاجة. كلمات حلوة عجبتني، والفيديو ده أسباني بس حبيت أقول الكلمات عشان أهلينا اللي بيشوفونا بيقول الحمد لله. ببدأ معاكم وإحنا بنتكلم على حب الحياة، وعندنا بعض اللقطات على الأطفال. قدمنا اللقطة اللي كان يعني بعيدها عشان ما تتكررش. راجل مهرج ده وقع منه الطفل، نقدمها كلاكيت ثالث مرة وأكمل معكم. بنرجع معاكم بصورة تانية. طبعا أنا قريت بعض الأخبار ما درستهاش كويس إنه هيتم إلغاء التوك توك أو تقنينه، الله أعلم. لكن في واحد قدم فكرة، دي صالحة ولا طالحة ولا ايه، بنقدمها فكرة كويسة برضو. الافكار المصرية لا تنتهي، لكن محتاجين انها تتقنن. محتاجين التيك توك اللي فيه ملايين اشتغلوا عليه وكسبوا منه دون تقنين، معرفش دخل ازاي، اتسرب 10 مليون قطعة ازاي، دي الله اعلم. دي من اللوغاريتمات اللي محتاجة مين اللي كان وراهم. هنشوف الصورة دي ممكن تنفعنا، ممكن تتبناها المصانع الحربية، تتبناها حد لو كويسة رأيكم يهمنا. تعالوا معنا. وعمل قعدتين يمين وشمال، على يمين الموتوسيكل وشماله، بدل ما يبقى قاعدين وراه ويحصل مشاكل.
المرور يعترض، الله أعلم. دي برضو فكرة بنقدمها، زي ما هنقدم الصورة اللي جاية. الصورة اللي جاية أنا صورتها بنفسي، كنت ماشي في الدائري، عارفين قرار رئيس بدهان أمارات كلها بالطوب الأحمر، بتتكلم على الدائري، بتتكلم على شكل مصر، بتتكلم على السياحة، بتتكلم على استثمار، على أشياء كثيرة. ده أنا قدمته، أنا مصوره بنفسي المنظر ده في عزبة أبو قرن على ما أعتقد كده، أو كوم غراب. بصوا الفرق ما بين المدهون. طبعا في بقى بعض الملحوظات، محافظة القاهرة أو المسؤول عن طريق الدائري يدهن السور، قلنا الناس يدهنوا، معرفش دي شركة ولا الحي ولا مين، لكن لا صح إنه السور اللي تبع الطريق الدائري، اللي تبع أعتقد طرق الكباري أو مديرية النقل في القاهرة، تدهن السور أولا. ثانيا في بعض زي المبنى ده كله مدهون، في ناس دهنت من قدام بس، لا احنا عاوزين وش وظهر. الصورة جميلة، صورة حضارية بنقدمها. بكمل معاكم الأفكار الجميلة في بداية حلقتنا، بنتكلم على شريان العطاء وسباق تم منذ عدة أيام من كلية الطب جامعة عين شمس عشان التبرع بالدم. ده أولا أقيمت ندوة وأقيم لقاء علمي، لو السيدة حامل وعندها مشكلة في الجنين، عنده مرض مثلا زي أي حاجة، هل يصح ليها ويحق للطبيب أن يتم إجهاضها والفترة إيه؟ أستاذ دكتور محسن الألفي، بيسعدنا نتواصل معاك، كان ضيفنا هنا في هذا البرنامج، قدم بعض الحاجات الجميلة. بنكمل معاك نشوف صور شريان العطاء الحملة، وأيضا اللقاء العلمي الديني الفكري. دكتور محسن أهلا بيك. اهلا بيك. تقول ايه كابتن طارق، دكتور طارق، يعني المذيع الناجح العظيم اللي بيتناول مواضيع مهمه جدا. احنا كنا عاملين ورشه عمل باسم حق الجنين في حياه بلا امراض وراثيه، لانه الناس بتقول لا يكمل الحمل مهما ما كان مريض، والدين ما بيقولش كده. طب ومين يكفل لهذا الجنين لما يتولد ومصاب بمرض وراثي شديد يحتاج علاج مدى الحياة ونقل دم كل شهر زي أنيميا البحر المتوسط، وعلاج يتكلف في الشهر 3-4000 جنيه وهو صغير، ولما يكبر شوية يبقى في ابتدائي وإعدادي 10000 جنيه، مين يراعيه؟ ولما يبقى عنده 25 سنة ما يقدرش يتجوز لأنه الإخصاب مش مظبوط، ويبقى في سن 30-35 القلب مش سليم. رحلة طويلة وعذاب طويل للأسرة والدولة والمجتمع. طب يا دكتور، أنا عندي بس نقطتين، نوع المرض ايه والعمر الجنين قد ايه؟ تمام. احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى نفخ في ما خلقه ليصبح آدم من روحه، وبالتالي الروح مصانة، الروح بتدب في الجنين 120 يوم، 40 يوم الاول، وبعدين 40 يوم يبقى علقة، وبعدين 40 يوم يبقى مضغة، ثم الروح. ف 120 يوم لها كل الاحترام، وممنوع الإجهاض منعا نهائيا الا لسبب قهري. ايه الاسباب القهريه؟ أيوة. امراض وراثيه للجنين تكلفتها فوق طاقه الاسره والدوله، او امراض وراثيه غير قابله للشفاء، مرض جوشيه، مرض ميكوبوليساكاريدوزيس. ده حضرتك يعني بيبان بالتحليل، بيبان بالسونار، بيبان بالاشعه. قد يكون الطفل الاولاني يولد وتتحمل الدوله علاجه والاسره والمجتمع، انما غير مسموح انه تكرار هذا الطفل. بتعمل تحليل اثناء الحمل في الاسبوع العاشر لو خدنا عينه من المشيمه، في الاسبوع ال 14 لو من السائل اللي حوالين الجنين، تحليل بيطلع في خلال اسبوعين، تحليل دي كلها بتتعمل في مصر. أسبوع 16-17 يعني 100 يوم 105 بيتخذ القرار الحمل ده هتقدري تتحملي مسؤوليته، تقدري تتحملي تكلفته، تقول لا نروح لجنة الفتوى، يحصل إجهاض. دكتور النساء موافق، الأسرة موافقة، المجتمع موافق. أنا مع حضرتك، وبرضو يعني المشكلة بتحصل إزاي بقى حضرتك؟ أهلينا وناسنا في الريف ما بتروحش للدكتور إلا قبل الولادة، هتعرف إزاي؟ لا ده انا هقول لك حاجه مش هتصدقها يا دكتور طارق. يعني احنا قدمنا بعض النماذج للدكتور عمرو الورداني من لجنه الفتوى، كان حاضر معانا، والدكتور عبد الله نجاره استاذ الفقه العظيم في جامعه الازهر، هذه الجامعه الرائده 1000 سنه من العطاء. وقدمنا لهم الاسر المرضى،
اللي مخلفها اربع حالات انيميا بحر متوسط. تقول لك بعد ما خلفت اول طفل انتوا قلتوا لي الثاني لازم تحللي، انا وقت الفتره الاولانيه زوغت وجات لنا وهي 130 مثلا بدل 120 وجات لنا 130 يوم ما نقدرش نعمل لها حاجه، وكملت الحمل على امل انه ينزل طبيعي. ما احتمال ان يكون مريض انيميا بحر متوسط 25% في كل حمل، فقالت الاولاني يجي كده الثاني يطلع سليم، والثالث قالت الرابع بقى قالت مش معقول يعني عطاء ربنا. هي بقى اشتغلت على على حسن النيه والافتراض فضيعت الليله خالص. ضيعت الليله خالص. فالحقيقه يعني مريض الجوشيه الدوله مشكوره تدفع له علاج تقريبا نص مليون جنيه في السنه، في السنوات الاولى تصل الى مليون جنيه في السنه. دوله جمهوريه مصر العربيه هذه الدوله. لا سيبك من التكلفه حتى لو مليار، المهم النتيجه بتبقى ايه؟ بيبقى معاك طفل مريض مدى الحياه. أنا عايز أراجع مع حضرتك نداءنا لأهالينا وناسنا لكل سيدة يا ستي، لو لو ابنك يعني عنده، هو إذا حضرتك اكتشف في الأيام أو الأسابيع الأولى في أول طفل تمام نتائج مبهرة، إنما لما بيجي في سن 7-8 أشهر تبتدي العلامات والدكتور المتخصص في أمراض الوراثة وأمراض الدم يقول ده مرض كذا ونبتدي ندي العلاج أبو نص مليون جنيه بيكون النتائج لا تزيد عن 50%، فتكلفة عالية قوي. مشكلة ولا يا دكتور؟ يا دكتور أنا عاوز استأذنك إن هقول نداء لسادات وتراجع معايا. أول حاجة لو قدر ليك وأنت حامل تعملي تحليل في المستشفى عشان تعرفي الإصابة. ده واحد. اتنين، حضرتك لو ابنك عنده أي مرض في الدم زي مثلا أنيميا البحر الأحمر المتوسط، الحمل التاني لازم تتابعي من الأسبوع العاشر، تروح للدكتور، تروح لكلية الطب في عين شمس، في القاهرة، في القصر العيني، في أي مكان، عشان تاكدي لو كده يحصل اجهاض، مش كده يا دكتور؟ الحاجه الثالثه زواج الاقارب، هو زواج الاقارب معدله قل، زواج الاقارب كان لغايه مثلا من 25 سنه كان 40%، دلوقتي بيتراجع ل 25% في اخر الاحصاء بتاع اللي اتعمل للتعداد، فزواج الاقارب نقلل منه، نفكر العيله دي فيها امراض وراثيه ولا لا قبل ما نقدم على زواج اقارب، خلي بالك انه يبقى من بره يكون افضل، بنعمل تحليل قبل الزواج. مش حكايه مش الحمل وخلاص، قبل الجواز لازم يعمل التحليل ده عشان يتاكد. لازم 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 تحاليل. احنا الشريان بقى، احنا الشريان العطاء كنا عاملين ماراثون وكنا داعيين حضرتك له، كان نفسنا تشرفنا، كان مشارك فيه اكثر من 400 واحد. الماراثون الجاي انا معاك يا دكتور، الماراثون الجاي بس عاوزه 25 كيلو، مش عاوز انا 3 كيلو الحاجات الصغيره. والله هو رسي على 4 كيلو ورضا. انما كان معانا مشارك اجانب طلب الطب عين شمس من الجامعات كلها، ولو قلنا لحضرتك انه كان كوكبه موجوده في ورشه العمل، الجنين بقى تخصص، يعني كان عندنا استاذ من المركز القومي، استاذ من عين شمس، استاذ من جامعه القاهره، تخصص جنين مش هو تخصص حاجة يعني تانية. يعني انا بحييك يا دكتور، انا دايما يعني ده برنامج مش طبي لكن احنا بنعمل تنميه. انا بحيي الاستاذ دكتور محسن الالفي، بشكرك، ودايما نتواصل، دايما نقدم النصيحه لاهالينا وناسنا، زي ما كنت بقدم الفيديو بتاع طفل في البيت. طب الحمل من باب اول يا جماعه، خلي بالكم، بتتكلم على مشوار من المرض، بنشوف الناس دول بيبكوا دم على العلاج والسفر وقهر وحاجات كتير قوي. زواج الاقارب روح حلل، اي مكان روح حلل، وان شاء الله ربنا ينجينا، بس بالعلم، مفيش حاجه كده التواكل، لا توكل على ربنا وعقله وتوكل بانك تعمل تحاليل، انك تخلي بالك يطلع ابنائك اصحاء. في الجزء الاولاني في عندنا لقطه حلوه، بنحيي زواج جماعي، نفسي نعمل زواج جماعي الألف عريس وعروسة. ده زواج جماعي اتعمل في فيينا والأوبرا اتعملت، أنا شخصيا يعني حاولت أتأكد دي موسيقى عبد الحليم تم تركيبها ولا اتعملت هناك. الصورة حلوة وجميلة، نشوفها ونكمل معاكم. هو ده
في مصر كل شهر، كل شهرين، كل ثلاث شهور، طب مرة في السنة نعمل ده بموسيقى راقية، يبقى في ألف عريس ألف عروسة. عملناها قبل كده، دي الصورة الحلوة قدمناها من أوبرة فيينا. أتمنى اللي احنا نشوف في مصر، وزي ما قلت لكم الموسيقى بتاعت الراحل عبد الحليم حافظ، مش عارف دي تركيبة ولا لأ، بس الصورة دي محتاجينها في مصر. لسعادة عنوان ومكان برنامج هو ده، فاصل نكمل معاكم الأحلام مع هو ده. بنرجع معاكم نكمل رحلتنا، نكمل نداءنا اللي احنا نتغير للأحسن. لغاية دلوقتي في عندنا احصائيات للمتعاطين المخدرات المدمنين، بنقول عليهم مرضى، وبشكر الدولة انها استجابت اللي احنا نعمل كشف على الموظفين وايضا السائقين. وانا شخصيا اتمنى في النوادي، في المدارس، كمان في الجامعات، لازم لازم وكل جهات المجتمع تتاخد تباعا كده، عشان ده مرض لازم نعالجه. هو مش حتة ان نفضح ما نفضحش، لا دي مصيبة. انت بتتكلم على حاجات بمليارات، اولا حماية الاقتصاد، حماية الصحة، حماية انك تقعد تخش في مصايب اجتماعية وكوارث زي مش عارف ايه، زنا المحارم، كل ده مخدرات. الشكر موصول لوزارة الصحة، وزارة التضامن، صندوق مكافحة الادمان، وايضا وزارة الداخلية وحرس الحدود. لقطات من جهود وزارة الداخلية ونكمل معاكم. عندنا قصتين شاب من البرنامج هنا اللي حصل له، احنا بنتكلم كلام ليه نتيجه وممكن الناس تعالج ولا لا. شوف الاول جهود وزاره الداخليه واكمل معاكم مفاجاتنا، ان انت ممكن بالثقه وعندك ثقه في نفسك تتعالج. تعال نروح ونحيي وزاره الداخليه. معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول قيام عدد من الأشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، واعتزامهم تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو من شرق لغرب قناة السويس عبر معدية الشط بالسويس، قادتها إلى ضبط عناصر التشكيل وإحباط هذه المحاولة، حيث تم ضبط مخدر البانجو مخبأ أسفل حمولة جبس على متن سيارة. 420 لفافة كبيرة الحجم من مخدر البانجو تزن طن و50 كيلوغرام تم ضبطها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس. ضربة أمنية جديدة وناجحة ضد تجار ومهربي المخدرات وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لهم، فبعد معلومات أعقبها تحريات باعتزام أحد العناصر جلب كمية من المواد المخدرة لداخل البلاد عبر ميناء الغردقة الجوي، تم رصده ومتابعته، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لأمن الموانئ تم ضبطه حال وصوله للبلاد. وبتفتيش أمتعته عثر على قالب لمخدر الهيروين و1044 قرص مخدر لعقار الإكستازي، إضافة إلى مخدري المرجوانة والحشيش وأنابيب تستخدم في تعاطي الكوكايين ومبالغ مالية، واعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار. ايه كل ده؟ ده عشان ايه؟ انا بفتكر الحاجات دي عشان رمضان، مكسرات، الله يكسرهم اللي بيشتغلوا في الحاجات دي، يا رب يختفوا من حياتنا. هقدم لكم قصه، ده نجاحنا، نجاح البرنامج مع صندوق مكافحه الادمان. احمد شاب جدع، وما اقول جدع انه قبل وقال انا هصور نفسي. هيتعالج ولا لا؟ ده في علم الغيب. لا، برنامج هو ده كلمتنا صح. تعالوا نشوف احمد ونقول له الف الف مبروك. حضرتك بجد بجد انا شخصية محترمة قوي ان انت حضرتك وقفت جنبي وخليتني بطلت المخدرات، يا ريت تساعد كتير من الشباب كده. وانا بجد الحمد لله اللي انا طلعت للدنيا وللشمس، وحسيت فعلا بجد ان انا بني ادم، يعني انا بجد من جوايا حسيت ان انا بني ادم، وبنتي ومراتي فرحانين بيا الحمد لله، ونسايبي فرحانين بيا ان انا بقيت شخصية محترمة والحمد لله. والاكثر ان انت بجد انسان محترم قوي وربنا يبارك لك في صحتك، بس كل اللي انا طالبه منك طلب واحد بس حضرتك، انك تقف جنب اعمل اي مشروع اقف بيه على رجلك. احمد اتصل بالبرنامج على صفحتنا طارق علام تي في، اتواصلنا مع صندوق مكافحه الادمان، وبعدين زي ما انت شفت هو معانا دلوقتي على الهاتف. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ ازيك يا استاذ طارق، عامل ايه؟
أنا سعيد وفخور بيك إنك أولا عندك ثقة في نفسك، إنك لجأت لينا، إنك مشيت في الخطوات. واحكي لي الرحلة قعدت قد إيه؟ أنت بقالك قد إيه في هذا المشوار الحمد لله طيب يعني؟ أنا الحمد لله ده بعد يعني حضرتك وربنا طبعا ما وقفته جنبي، أنا الحمد لله دخلت المستشفى وأنت حضرتك اللي ساعدتني اللي أنا دخلت المستشفى، والحمد لله اتعالجت وبقالي دلوقتي 3 أشهر و5 أيام ما بشربش حاجة الحمد لله. كنت بتشرب الأول إيه يا أحمد؟ إيه؟ كنت بتاخد إيه؟ كنت باخد برشام. بطلته خلاص؟ الحمد لله. العلاج سهل ولا العملية بالنسبة لك صعبة ولا إيه؟ والله حضرتك العلاج سهل جدا فوق ما تتخيل، بس احنا اللي بنوهم نفسينا. تمام. ده في جنبك الحاجه ولا مين اللي في سامع صوت حريمي كده؟ اختي. اه طب عاوز تقول ايه؟ اجيب اكلمها برضه، المفروض تبقى فرحانه باحمد اهو. ما تحرمش منك. ربنا يكرمك. ده انا السلام عليكم. ما تحرمش منك يا غالي. ربنا يكرمك. انا سعيده وربنا حياني من جديد اللي انا سمعت صوتك، كان نفسي من عيني. ربنا يكرمك والله يا ابني. ربنا يخليك. ربنا يبارك لك في صحتك وعافيتك يا رب، وما يخش جسمك المرض يا رب، ويخليك للغلابه. قولي لي يا احمد، انت فرحانه بقصه احمد انه لجأ للبرنامج وتعالج؟ انا فرحانه وسعيده جدا 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 اللي ابني ربنا شفاه وعافى عنه وصام وصلى على كده، والبركه في ربنا وفي حضرتك، ويخليك لنا وللغلابه يا رب. ربنا يكرمك. انا سعيد جدا. ما تقولش بالله يا ابني ما اسمع عنك خبر وحش. ربنا يكرمك يا ام احمد. البرنامج بتاعك في رمضان بقعد قدامه كده عشان اشوف حضرتك. ده انا سعيد والله ان معايا احمد، وانه كان مريض والحمد لله يعني ربنا نجاه. ونشكر الناس الطيبه اللي زي حضرتك اللي في الجنب ابني برده، والناس الاهل الخير الله يبارك لكم يا ابن روح. ربنا يكرمك يا ام. ما اسمع عنك سمع وحش ابدا. وخلي بالك من احمد بعد كده بقى، ما يرجعش الحاجات دي تاني، خلي بالك. لا خلاص يا ربنا كرمه ومعاه سجده زي العسل. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. واشتغل وفاج ومعاه ست تحت، ست الستات بنت ناس، وكانت حامله وصابره وربنا اداها على قد ضميرها ان ربنا شفى جوزها. الحمد لله يا رب. نفسي كل واحد بيدمن مخدرات شوف الام فرحانه ازاي. انا زغرتي له كده وبوسيه وقولي الحمد لله وامسكي فيه انه يبقى سليم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الشكر ربنا وليك يا ابني حبيبي. انا بحيي صندوق مكافحه الادمان يا جماعه، دي قصه حقيقيه. الراجل ده ما نعرفوش، ده شاب شاف البرنامج ده زي اي واحد، ممكن تقلب تتفرج على ماتش كوره على حاجه، انما ده ربنا كتب له العلاج. انت تغير وبقى كده. احمد لو معايا ان شاء الله عايزين نكمل معاه المشوار. احمد كان نفسه في مشروع صغير، نكلم صندوق مكافحه الادمان لانه بيعمل كده، او جماعات اللي متعامل معاها. انا بحيي احمد اللي بيقدم صورته تاني، اللي صور نفسه اول مره وتاني مره انه تعالج، انه عاد للحياه. شوف امه فرحانه ازاي. انت كده، انت بقى او انت يا جماعه تعالجوا، طلعوا رقم صندوق مكافحه الادمان. احنا وسيط. ده احمد اللي لجأ وبعد توفيق ربنا. الرقم اهو موجود 16023. بحيي صندوق مكافحه الادمان. في نتيجه. احنا بنتكلم بنقول افعال وحاجات حلوه، بس بيجي لنا حكايات غير عاديه. منهم الحكايه دي بطلها مش عارف اقول شاب ولا طفل، 15 سنه. هو 15 سنة وأبوه سنه كبير، هو مدمن وأبوه مدمن، وهو بيتعالج. بص موضوع في منتهى، يعني أنا متلخبطت لما بقدم القصة دي. طبعًا ما بتصورش الناس إلا مثلًا واحد زي أحمد، هو تطوع قال أنا هتصور، لكن إحنا بنتكلم في سرية. قصص غير عادية محتاجين إنها تطلع للنور عشان تعرف سر مشاكلك فين؟ في الجهل، في الفقر، في المرض. معانا الشاب اللي عمره 15 سنة اللي اتعلم من أبوه المخدرات، مش كده ولا ايه؟ انا معايا الشاب. اسمه ايه يا سيف؟ اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سيف؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا دكتور. انا ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ انا بشكرك وكتبت كلام حلو قوي بيسعدني اللي انت بتتفرج على البرنامج وتعليق. انا بتفرج من زمان، بس انا حضرتك انا مش مدمن. انت ايه؟ قول لي. ده والدي هو اللي مدمن، واخويا اللي اكبر مني هو اللي مدمن. انت احكي لي الحكايه وقول لي انت عايز ايه. اخوك ووالدك الاثنين مدمنين مش كده؟ وانا والدي كان عنده 65 سنه حضرتك. تمام. بيشرب المخدرات من هو عنده 12 سنه. انتوا في منطقه ايه يا سيف؟ احنا ايه، في حي شعبي. تمام. عايز تقول ولا مش عايز تقول المكان؟
لا مش عايز اقول بقى بقى. طب في القاهره ولا بره القاهره يعني؟ لا في القاهره. طيب سيف من القاهره، والده مدمن بقاله 30 40 سنه، واخوه هو كان كمان شغال. بس اخويا بيتعالج، وهو مش عايز يخلي اخويا يطلع من المستشفى ويلاقيه بيتعالج ويلاقيه بيشرب حشيش، ما يرجعش الحشيش تاني. الاب بيشرب حشيش فابنه اتعلم منه ودخل المستشفى. سيف اخوهم او ابن الراجل عاوز ان ابوه يتعالج مع اخوه عشان اخوه ما يرجعش تاني، مش كده يا سيف؟ صح صح يا استاذ طارق. وكمان هو كان كويس جدا وبقى خلقه ضيق، بقيت في البيت وبقى كمان ما بقتش اخد مصروف للمدرسه حضرتك. انت في سنه كام؟ بقيت انا انزل بقى، انا في سنه ثالثه اعدادي. اولا عاوز اقول لك انت بطل، ده اولا. ثانيا كمل تعليمك وتواصل معانا لو في اي مشكله، ابعد عن قصه ابوك دي. ثالثا طبعا اتواصل معاكم، بس انا بقى بشتغل عشان اقدر، يعني ما ينفعش انزل امي تشتغل، واخويا الكبير كمان بيشتغل، بس اخويا مسافر متغرب يعني عشان هيتجوز وكده، وانا بقى بشتغل هنا عشان اقدر اجيب لامي يعني فلوس. بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه يا سيف؟ عايزه اتعالج انا. شغال ايه؟ بشتغل يعني بشتغل في الايام العاديه دي، بنزل يعني عند مصفف شعر حلاق. تمام. رمضان بقى بنزل على عرسوس وكده على العربيه. والله انت بطل وجدع، وانا هقابلك بعد اسبوع واقدم لك هديه يا سيف. انت شاب مصري ابن حلال. ربنا يخليك يا دكتور. هو عايز يتعالج والله، وانا كمان تعبت من الشغل وعايز اشوف مذاكرتي بقى، عشان انا جبت مجموع حلو الترم الاول، عايز اجيب مجموع تاني حلو الترم الاول وما اضيعش نفسي. جبت كام يا سيف؟ كام في المية؟ جبت 120. من كام؟ من 140. لاهل بلدي بقدم لكم قصة، مش عارف اقول شاب، ده شاب مصري، ده محتاج الدعم، ده هنا الجمعيات، هنا وزارة التضامن، وزارة التعليم. ده اللي عاوز يتعلم وطلع في بيت فيه غلطة، الغلطة الأب بياخد مخدرات، ابنه اتعلم وابنه موجود في المستشفى. سيف اللي عمره 15 سنة المتفوق بيشتغل، وده شرف وده كرم ودي الجدعنة ودي مصر. عاوز يعالج أبوه ولازم ندعمه. أنا بكرمك، أنا بحييك، أنا ببوس دماغك يا سيف. سيف أنت حبيبي، وكلمتك الأخيرة عاوز تقول إيه وإحنا معاك دلوقتي في برنامج هو ده يا سيف؟ عليك كل يوم والله يوم الاربعاء، وبتفرج كمان على اعاده عشان الحلقه بتبقى عايز اشوفها كل يوم والله. بص انا ببوسك وهقابلك من غير تصوير، انا نفسي اصورك اقدمك لكل الشباب. انت ترفع راس شعب، ده اللي رفض المرض، رفض الادمان، رفض الفقر، بيشتغل عشان امه. وعايز اقول للشباب كلهم في شغل في البلد وما تقعدوش على هاوي، والبلد كلها مليانه شغل واصحابات الشغل كويسين، والناس اللي بتفضل تقول ما فيش شغل ما فيش شغل، ده الشغل في كل حته. ده انا كنت بسيب شغلانه الاقي الشغلانه بعديها بساعتين. سوري سيف، انت عندك مشكله تيجي معايا الهوا تبقى بطل الحلقه؟ اكرمك كده وتطلع كده تتكلم معايا وتقول رايك في الاهلي والزمالك وفي الحياه، ايه رايك؟ وانا برضو كنت بلعب في نادي، بس برضو ما سبته عشان برضو. سيف انا عاوز اعمل معاك لقاء تلفزيوني، ممكن ولا انت يعني القصه بتاعتك كلها شرف؟ خلاص هرتب معاك، بلاش الاسبوع الجاي يعني، زي ما انت عايز. سيف انا ببوسك واجمد وانا اتابع قصتك. سيف ده مش حكايتي، دي حكايتكم كلكم، يا وزير التعليم، يا وزيره التضامن، يا هيئات، يا جمعيات مصر الخير، لكل الناس الكبيره. سيف والده مدمن مخدرات واخوه اتعلم، نزل يشتغل عند حلاق عشان أمه ما تشتغلش في كده، وبيشكر البلد فيها شغل. سيف عايزك تقول كلمة أخيرة وأنا بختم بيك الفقرة الجميلة. أنا مبسوط بيك يا ابن بلدي، مبسوط بيك إنك بتتابع البرنامج، بندي طاقة إيجابية، ده اللي إحنا عايزينه. سيف معانا، ولو مش معايا أنا هجيبه هنا بطل الحلقة دي. انتظروا معانا حكاية سيف اللي عمره 15 سنة بيتحدى المرض والإدمان، ده ابنكم ابن مصر. بحيي سيف. حكاياتنا كلها تحدي، بنقدم قصص غير عادية غير عادية. أنا بحس إن أنا عايش حياة تانية، عايشها مع الملائكة، الملائكة اللي بيكافحوا، اللي ليهم رب بيسمعهم، اللي ممكن مسؤول، اللي ممكن حد بيطلبوا منه طلب ما يسمعهمش. القصة بتاعتنا غير عادية من الشرقية، الأب سواق وابنه اتولد بمواصفات خاصة جدا،
قبل ما اشوفه اشوف اللقطه دي لفيلم اجنبي قصير بره بيعملوا ايه واحنا محتاجين نعمل ايه. نشوف اللقطات دي لان معانا بطل، بطل كبير قوي، بطل عمره 12 سنه بس غير عادي. تعالوا معانا. It's not weird that I go to the gym. I can't wallow in the fact that I don't have arms and legs because there's nothing that I could ever do to change the outcome. That's what I'm trying to do, is show people like this is normal. 31-year-old Lindsay Hilton was born without limbs, but she is not letting that stop her from competing. دي بطلة بس عندها وأنا بشتغل معاها فريق العمل بطلة زي دي بالظبط هتشوفوها يمكن أقل من كده لأن هي دي عندها جزء كبير من الدراع. لكن حكايتنا أقوى أكبر وأعمق، محتاجة أفلام، أفلام زي أفلام أمريكا تتكتب، لأنه زياد ده مالوش دراعات ولا رجلين. أيوة زياد ده عمره 12 سنة. أيوة أبوه راجل سواق على قد حاله، عندهم حلم كبير، عفة نفس كبيرة. زياد عاوز يكرم ابوه واحنا بنقدم لزياد مفاجاه. تعالوا معانا نعيش القصص المصريه اللي تشوفوها في هذا البرنامج. مصر اللي كلها عرق وكفاح، مفيش كلها مبيقات وحاجات غلط، لا دي الناس الصح. هو ده عنواننا، هي دي حياتنا، هي دي رسالتنا اللي بندفع ثمنها غالي. انك توصل للناس دي وتقدمهم ازاي، تكرمهم ازاي وسط صعوبات الحياه. ممكن يقابل مشكله في التعليم، ممكن في العلاج، في الدعم، ممكن طالع اتوبيس حد يزقه هو مش شايف، مش شايف ان ده ماليش دراعات ماليش رجلين. ده ابن مصر بنقدمه، بنقدمه زي حكاياتنا الغير عاديه، بنقدمها من قلبنا وده عمرنا. زياد قصه حب تكريم، بيبدا حياته معانا بالنجاح، القصه كبيره قوي. تعالوا معانا. هو ده حكاية، حكاية جديدة وقديمة، طول عمرنا عايشين على الكفاح، على التحدي، على النجاح، مهما كانت الظروف نكون حامدين شاكرين. دي الأسرة الطيبة اللي من الشرقية، أهل بلدي، اللي بيسعدني اللي أنا أشوف ابنهم ورمز لكل اللي بقوله. زياد اللي عمره 13 سنة واللي الحمد لله ربنا اداله من الصفات، نقول الحمد لله إن هو اتولد كده وزي القمر، مش كده زياد؟ أنا مش منكشف ولا أي حاجة. أنا مش منكشف؟ قول أنا. أنا شرقية صح؟ شرقية. من فوس، مركز فوس. عندك كم ولد وكم بنت؟ أنا عندي 3 ولاد. تشتغل إيه؟ أنا شغال سواق. كل حكاية زياد كده في هو زياد اتولد دراعات ومن غير رجلين. هل مثلا الوالدة خدت أدوية ساعة الحملة أو حاجة؟ لا لا لا، ما فيش أي حاجة من ده خالص، ده هي بتاعة ربنا يعني، الحمد لله وحمد ربنا والحمد لله رب العالمين على كل حال يعني. بروح مدرسة عادي؟ هو كان المفروض يروح المدرسة مع في سن مبكر قبل كده، فدخلوه مدرسة على 9 سنين لأن وزارة التربية والتعليم كانت رافضة إن هي تدخل زياد، مش عارفة تعايش معاه، فدخل متأخر يعني. فهو المفروض كان ليه يعني تأخروا ليه؟ ليه كده يعني؟ كانوا رافضين عشان هو معاك من غير 4 أطراف، مش عارفين نعمل إيه. تدخله يقعد على كرسي أو حاجة ويخش يبقى زي أي أحد. تعبت والله يا أستاذ صار، تعبت. نقول ده عشان لو في حالة زي دي تروح لوكيل الوزارة، ما ينفعش تروح للوزير. أو بعته بقى على السوشيال ميديا شغالة، ما ينفعش التأخير ال3 سنين دول في رقبة المسؤولين عن التعليم في هذه الفترة. طبعا الكلام ده بقى له مثلا إيه، 5 سنين أو 4 سنين؟ كتير. كان المفروض في تانية إعدادي أولى إعدادي، هو في رابعة ابتدائي. حرام ده كله، لسه بنعلمه بنعلمه الكتابة. بقه؟ لا بيكتب بدراعه، كان الأول ببقه فبدأ يحط هنا القلم تحت دانه وبدأ يكتب لوحده. هو دلوقتي تعايش وعادي يعني؟ اكيد طبعا تعايش والحمد لله، بس هو نفسه. والله يا عم زياد انا عاوز اكلمك بس انت لقيتك مكسوف يعني. بتعمل ايه انت؟ انا برسم وبكتب لوحدي وباكل لوحدي وبشرب لوحدي. طبعا اللي احنا بنقدمه ده واكيد شفتوه في برامج كثيره، واحنا قدمنا عشرات الحالات انك تتطور وانك تتغير وما تستسلمش ل بيقولوا عليها ايه، مش اليأس، لا لحالتك بإرادتك بعزيمتك تبقى احسن واحد وتبقى كذا.
زي ما تشوف زياد، أنا شخصيا قابلت الكثير، والناس اللي بيعملوا اللي بيلعب بينج ابراهيم حمادته انتوا عارفينه، وناس كتير قوي، وزياد بيكمل هذه السلسله. بس طبعا بره بيعملوا بقى افلام، ده اللي احنا عايزينه، عن كل بطل من ابطالنا ذو الهمم يعملوا فيلم وفيلم تسجيلي ويجي له دخل ويعملوه نجم النجوم. احنا محتاجين ده، محتاجين ان هذه القدرات العجيبه الغير عاديه تطلع للنور بدعم نفسي كبير جدا. ما احوجنا الى هذا، ودي حاجات صغيره. زياد واللي زيه هم ابطال، وبحيي طبعا والده ووالدته واسرته. ان شاء الله نشوفه وهو عريس، ونشوفه وهو رب اسره، ونتمنى ان يكون بيشتغل بقى حاجه هاي تك. قول الحمد لله. الحمد لله. كاتب ايه بقى؟ كنت كاتب ايه في الرساله؟ مش انت اللي بعت الرساله ولا مين بعت الرساله علينا؟ انت عاوز ايه؟ انا عاوز اطلع عمره انا وبابا، عشان انا عاوز اشوف الكعبة. طبعا لما انا قريت الرساله، نقعد كده مع لجنه ونراجع، كان مكتوب ان زياد عاوز عمره لباباه، لكن هو بيفاجئني دلوقتي ان هو عاوز يطلع هو العمره مع والده، واحنا هنستجيب لده ونقول له مبروك ليك، تطلع انت ووالدك، تطلع معاه، تطلع جواز سفر بقى وتروح الكعبه هناك. لما تروح الكعبه هتعمل ايه؟ قول لي. ابوسها. ابوس الكعبه. زياد بيبدا عمره برحله عمره، بالك مش هنقول مصدر، يعني ده بركه وده نعمه من عند ربنا. الحمد لله رب العالمين. صح، احمد ربنا الحمد لله. انا ما بستناش عنه. انا لو رحت العمره لوحدي كنت هزعل، نفسي اروح. انت جالس انك طالع عمره لوحدك؟ ربي يقول لي في كل مكان معايا اهو. انت متعلق؟ تحب زياده يا بابا؟ خالص بحبه. انت تقول ايه لما انت خدت رحله العمره؟ عيني. قول. مبسوط. لا مفيش اسمها مبسوط، عندنا نقول الحمد لله. الحمد لله. والف شكر يا رب. ألف شكرا. شكرا جزيلا يا رب. دي كلها من عند ربنا، خلي بالك. قول اشكر ربنا. الحمد لله. الحمد لله. والله يا استاذ صارق، اجمل هديه اعطاها لي ربنا في حياتي هي زياد. كل حاجه بعملها الحمد لله الحمد لله رب العالمين صح، بس كان نفسي في رحله عمره وربنا كتبها لي، والحمد لله على وش زياد، ربنا جعله سبب ليا. ونقول مبروك لرحلة الكفاح، رحلة السنين والأيام، 13 سنة منذ ولادة زياد. وزياد بالنسبة لأبوه، أبوه الراجل البسيط المصري الصابر الحامد الشاكر، بالنسبة له هو إيه؟ هو الحمد، هو الشكر لله. رحلة العمرة ليك ولزياد، هتاخده وتلف بيه وتطوف بيه الكعبة، وتدعي لنا وتدعي لمصر وتدعي لكل واحد الشعب المصري، وتقول تحيا مصر كده، وربنا يعمر مصر، تبقى مصدر للبركة والخير والصبر. دول أهل بلدي الحامدين الشاكرين، دول اللي عندهم حاجات وساكتين، ودي رسالة للناس التانية، سيبونا في حالنا، دول الحامدين، دول أهل بلدي. هو ده. طبعا كنت مرتب رحلة العمرة للوالد، لكن زياد فاجئني، فاحنا بظروفه يطلع هناك يتغسل ويرجع يبدأ حياة جديدة، لكن عتابي على بعض مسؤولين وزارة التربية والتعليم، يمكن ده فترة سابقة. زياد مفروض كان يبقى في تانية أو تالتة إعدادي، هو لسه في رابعة ابتدائي، نتيجة إن مسؤول في وقت ما رفض إنه يخش المدرسة. دي ثقافة المجتمع اللي لازم تدعم زياد واللي زيه. إحنا بنتكلم في عام متحدي الإعاقة العام الماضي، بنتكلم دلوقتي ان مفيش طفل او طفله محتاج يخش مدرسه او نادي او مستشفى حد يوقفه. ده اللي احنا عايزينه، ده ابسط حاجه.
للقصص اللي بنقدمها عشان نتعلم عشان نتثقف. لما تشوف حد زي زياد حطه جوه عينيك فوق دماغك، ده بركه، ده فخر لينا، مش كده ولا ايه؟ فاصل ونكمل معاكم الاحلام، رحله عمره جديده، هنشوف مين اللي يكسب معانا. استنونا مع برنامج هو ده. رجعنا معاكم للسعادة، عنوان ومكان برنامج هو ده، بنقدم القصص اللي كلها بالعرق، الناس اللي تعبت، الناس اللي بنقول لها ألف شكر، أهالينا وناسنا، الأمهات الطيبات، منهم هذه السيدة من الشرقية أم أحمد. بقول لك أهلا بيك يا أم أحمد. أهلا يا سيد. خليكي معايا ثانية، أم أحمد بعتت فيديو خمس ثانيتين، مش طويلة شوية أم أحمد، نشوف أم أحمد كده صورتها وشكلها الحلو ونكمل معاها مكالمتها الجميلة الكريمة. تفضل. نفسي أزور النبي وأطلع عمرة. بس هي دي قصة كفاحة. ازيك يا أم أحمد، وقولي لي سنك كام سنة؟ أنت كام سنة؟ حضرتك عندك كام سنة يا أم أحمد؟ 72. ما شاء الله، يعني شكلك زي القمر. في نفسك في إيه بقى يا أم أحمد؟ أه؟ نفسك في إيه؟ نفسي في عمرة. نفسك في عمره؟ واشوف النبي. تروحي مقام الرسول. طب لما تروحي هناك تدعي تقولي ايه بقى؟ قولي لنا كده يعني. هدعي لك واقول يكفيك آية ويبارك فيكم ويكفيكم شر الشين. وتدعي لمصر. ويبارك لك في صحتك وعيالك. لا ادعي لمصر يا رب، ادعي لمصر اهم حاجة. ادعي لمصر؟ انا يبارك لكم يا رب ويبارك في مصر وفي كل اللي في مصر. مبروك الحاجة أم أحمد، 72 عام من الشرقية، بتكسب معانا رحلة عمرة، ألف ألف مبروك. مبروك لك يا ست، إن شاء الله هتسافري يوم 7/4. الله يبارك لك يا رب، الله يبارك لك في صحتك يا رب. هتسافري يوم 17/4. شكرا يا ست، طيب منك يا رب وخليك، ربنا يكرمك. السفر يوم 17/4 ام احمد، اجلك يا رب. نسمع زغروته واحده بقى. زغروته في صحتك وعيالك. أقول كمان ويخليك لنا. ماشي، بس ألف شكر. شكرا لأم أحمد. ده السفر إن شاء الله 17/4، وهكمل معاكم. فرحنا القصة دي، مش عارف أحطها تحت بند إنه إجرام ولا إدمان ولا إيه. الراجل طيب وبنته مكتوب كتابها، ظهر واحد مش ابن حلال أبدا، يقول لها لا اتطلقي عشان عاوز أتجوزك. في كده؟ ده بين كفر الشيخ وبين دمياط. المشكلة انه حصل خلاف وحصل مشكلة وحصل تعدي بعد كده على الاب. قصة أليمة بنقدمها للناس. ليه كده؟ ده ادمان، ده مخدرات، ده انفلات اخلاق، ده ايه؟ تعالوا نعيش مع رفيق من كفر الشيخ، قصته عاملة ايه؟ وايه المأساة دي؟ وايه المتهم ده؟ ولو واحد شاف واحدة مكتوب كتابها ابعد عنها، ازاي ده يحصل؟ تعالوا معنا. تحت عنوان بيحصل، لكن الدولة قوية وقانون ينفذ، ويتبقى اللي احنا نلم الجراح. بقول القصة دي لأنها قصة غير عادية، قصة كلها توحش، ما فيهاش إنسانية. في ناس بتفتكر اللحظات انه ما فيش دولة ما فيش قانون، لا، في ده اللي حصل. الحكاية من كفر الشيخ انه فتاة مرتبطة ومكتوب كتابها، لكن في وحش، في انسان متخيل ان هو فوق القانون، ما عجبوش ده وعاوز يعمل كده. كده ايه اللي يحصل؟ انه الاب نتيجه هذه الفعله، هذه العمله، هذه الجريمه، يبقى شبه معاق، انه رجليه تبوظ. ونعمل ايه؟ دي حكايتنا. ذكر في اعمل ايه؟ اخبارك؟ انا يعني عملت اختصار للقصه يعني. انت كان مكتوب كتابك، ها؟ احكي لي الحكايه بقى لها كم سنه؟ بقى لها 3 سنين. ثلاث سنين. هو كاتب كتابي بقاله 3 سنين، لما الحكايه دي بقى لها 4 شهور. انتوا بلدكم اسمها ايه؟ كفر الشيخ الحمول، مركز 7. مركز ايه؟ قريه ايه مركز؟ 7. احكي لي ايه اللي حصل؟ هو جه تقدم لي، يعني
قال للناس انه عايز يتجوزني وكده، فقالوا له ان انا مكتوب كتابي. ليه وليه بقى ان انا مكتوب كتابي؟ لا هاخدها غصب عنها. وراح لبابايا اكتر من مره يقابله ويقول له انا هتجوز، عايز يقول له مكتوب كتابها، يقول له فركش طلقها من جوزها طالما هي ما اتجوزتش لحد دلوقتي، عارف ان انا قعدت فتره مكتوب كتابي يعني. فقال له لا هتجوزها. ايش قال لي الراجل؟ هو اهواجني. بس هو على فكره الحادثه دي حصلت في دمياط، ما حصلتش في كفر الشيخ. انا اساسا من كفر الشيخ بس كنت شغال هنا في دمياط، والحادثه دي حصلت في دمياط. عمل ايه يعني؟ هو قال لك انا خلي بنتك اللي متجوزها دي مكتوب كتابها تسيب العريس؟ قلت له لا دي مكتوب كتابها. احكي لي اللي حصل. طبعًا ايه؟ طبعا طبعا هو طبعا لما جالي كل شويه جه يتهجم عليها في المحل، اكلم والده يقول لي احبسه انا ماليش دعوه بيه. فاخر ما زهقت اخدت بنتي ورحت مركز الشرطه بتاع دمياط، عملت له محضر ان هو بتعدى عليها ويقابلها في الشارع ويقول لها عايز ارش وشك بميه نار وحاجات من الحاجات دي. فرحت عملت له محضر. فطبعا كان مرتبط بيها قبل كده او حاجه؟ لا ما انا مش فجاه كده يعني. ايه لا حاجه يعني مش عارف. فطبعا رحت عملت له محضر. فبعد 3 شهور الظاهر جاله حكم ولا حاجه، كل ما امشي في شارع الاقي ماشي ورايا. فاخر مره انا عندي كوافير رجالي في دمياط، فاخر مره جاني وقال لي انت اشتكيتني؟ قلت له اشتكيتك. لان طبعا قال لي انت اشتكيتني ليه؟ قلت له عشان انت بعيد عني وعن عيالي، انا مش عايز منك حاجه يا ابني، ولو كده لو بعدت بعيد عني انا هروح اتنازل لك، انا مش عايز منك حاجه. اخد بقى حضرتك تاني يوم برضه يمشي ورايا، وانا مروح بالليل عند الكوبري العلوي اللي هو في دمياط، اخد بقى حضرتك 2 راكبين مكنه وراحوا خبطوني من ورا بخرطوش. ضربوا بالخرطوش؟ اه. هو ولا ناس ثانيه ولا ايه؟ لا هو ركب مكنه. شفتوا كاميرا المراقبه جايباه. الموضوع دخل المحكمه خلاص. بقى في المحكمه دلوقتي والقضيه يوم 27. انت عاوز ايه من برنامج هو ده؟ والله انا عايز العدل بس. انا عايز ده في المحكمه. انت عاوز منين؟ انت جيت لنا عشان موضوع رجلي؟ العمليه، لان طبعا رجلي حصل لك ايه بقى؟ العصب مقطوع، العصب بتاع رجلي مقطوع وعامل عمليه هنا. اتعسام العمليه عشان اعاده العصب؟ اعاده العصب، لان رجل حضرتك ما بعرفش البس فيها حاجه، لان الصوابع سايبه كده. وايه تاني؟ محتاج العمليه يعني؟ محتاج عمليه وجهاز بنتي بس، لان طبعا بقى لها 3 سنين مش عارف اعمل معها حاجه. احنا بنقدم القصه دي ليه؟ مهما كان الخلاف، مهما كان الكلام، مهما كان اقول ايه؟ ازاي توصل ان تروح وتضرب واحد وانت متخيل انه مش هيطبق عليك قانون؟ هو دلوقتي في المحكمه وهياخد حكم، ياخد بقى شهر، ياخد سنه، ياخد 5 سنين، انت دخلت في سكه تانية. هو ده نكمل معاكم الحكايات حتى لو فيها معنى صعب هنكمله وهتعدي ان شاء الله. الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. ربنا نجاك. انا سعيد والله اني شفت حضرتك والله العظيم. في اصابتك بقى. قول يا رب. يا رب يا رب. طبعا الواحد مش عارف يقول ايه الوصف ده. احنا بنتكلم من طرف واحد بس التاني مسجون وكويس انه اتسجن، لكن بندعو الناس ضبط النفس والشباب. لو انت واحده مرتبطه خلاص يا عم، هنا بقى الدين، هنا المسجد، هنا الثقافه، ده اللي احنا محتاجين نزوده الفتره دي. دي رسالتنا ونعمل ده، واحنا قادرين ان احنا نعمل ده، وشعبنا شعب زي الفل، ليه حضاره كبيره. بكمل معاكم في فقره الختام. كان في الاحتفال بمناسبة 100 سنة على ثورة 19، هي ثورة شعب. شرفت ان انا كنت مع الدكتور حسن راتب في صالون الاخير اللي أذيع الجمعة الماضي احتفالا واحتفاء بحزب الوفد بمرور 100 سنة على الثورة وانشاء هذا الحزب العظيم. كان لي شرف ان انا قدمت واخرجت فيلم مصري ايطالي باسمه زجراء البرتقالة، فيلم تسجيلي صغير حوالي 40 دقيقة عن مؤسس المستشفى الإيطالي، واللي كنت بكلمه ده عمره حاجة و90 سنة، اسمه جينيو بنديتي. الكلام ده قلته في الصالون في الحلقة اللي فاتت، انه فوجئت ان الراجل بيتكلم على جده اللي مدفون في المستشفى الإيطالي، انه كان بيروح إيطاليا يقابل حكومة إيطاليا باسم حزب الوفد، كان بينقل الرسائل السرية ما بين السيدة صفية زغلول وما بين سعد زغلول في المنفى في بيت الأمة. يعني ثورة شعب كان فيها الأجانب المقيمين هنا، بنقدم حاجة جديدة، حاجة مفيدة. الشعب ده عظيم جدا،
الشعب ده كبير جدا. خدكم نقدم انفرادنا، ممكن يبقى سياسي ممكن اجتماعي، بس دي كلمة للشعب. الراجل الإيطالي يوجينيو بنديتي بيتكلم على جده، حكاية عمرها 100 سنة، حزب الوفد وشخص إيطالي هنا في العباسية، هو المندوب بتاعه، هو اللي بيتكلم باسمه في إيطاليا. بنقدمها لأول مرة انفراد مع قناة المحور وبرنامج هو ده وفيلم زجراء ده جزء منه. تعالوا معانا. تربى وتعلم الملك فؤاد بين روما ونابولي وتورينو، وأقام لدي ملك إيطاليا في هذا الوقت أمبرتو الأول، وعاد إلى مصر ويحمل الشهادة الجامعية من إيطاليا. Il segno del destino nella vita di Empedocle fu il colpo di pistola che colpì alla gola Re Fuad. Empedocle gli salvò la vita con le sue cure tempestive e da questo nacque una grande amicizia tra Re Fuad ed Empedocle che durò tutta la vita. Empedocle fu anche molto amico protetto dalla regina Nasle. Anzi, possiamo dire qualcosa di straordinario, che Empedocle fu il testimone alle nozze tra Safia e Zaglul. Durante la deportazione di Zaglul a Aden, Gibraltar, Seychelles, Malta, Empedocle riceveva cartoline illustrate dal vostro grande Zaglul con messaggi in codice segreti per i rappresentanti clandestini del WAFD. بعد ترحيل سعد زغلول ونفيه إلى خارج مصر، منع الإنجليز دخول أحد إلى بيت الأمة، ولكن أصر إمبيدوكليت على زيارة السيدة صفية زغلول مرات ومرات رغم التهديد والوعيد. Elections of 1924 marked the great success of the WAFD party, which won the 90% of the votes. Zaglul was appointed prime minister of the new government, which proclaimed the kingdom independent of Egypt. He proclaimed Egypt as an independent kingdom, and Empedocle accompanied to Roma the representative of the WAFD party to obtain personally from Mussolini the acknowledgement of the independent kingdom of Egypt. هذه اللقطات وهذا الانفراد نقدمه للمسؤولين في حزب الوفد، وأنا طلبت منهم في صالون المحور محتاجين نكتب تاريخنا إعادة كتابته مرة تانية، تقديم أبطالنا منهم سعد زغلول وثورة هذا الشعب العظيم كما ينبغي. الشعب ده اللي بتكلم عليه أول شهيد في العالم، عمره 3000 سنة، صقن رع، وبعد كده ابنه، وبعد كده ابنه أحمس اللي عمل العجلة الحربية. حبوا بلدكم وتاريخكم وبصوا لبكرة بكل قوة، بلدنا الحلوة الجميلة اللي بالعلم هتتقدم، اللي احنا مسمعش لأي حد مغرض، بدل المحطة والاتنين عملوا محطات كتيرة عشان تهدنا عشان ترجعنا. لا، بكمل معاكم الحلم، بكمل معاكم بالعلم، علموا ولادكم، اصبروا بكرة أحلى وأجمل إن شاء الله. للسعادة عنوان ومكان برنامج هو ده، ابعتوا لنا كل القصص الحلوة الجميلة تبين المعدن الأبيض الجميل لشعبنا. أهلينا وناسنا في كل مكان، هنعمل جولات في شعبان ورمضان، ننزل نقعد معهم في الشوارع
ونشوف أجمل وأحلى الحكايات مع برنامج هو ده. خلصت الحلقة، خلصت الحكايات. معادي معاكم الأسبوع القادم مع تحياتي وتحيات برنامج هو ده. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وهو ده مع طارق علام.